كابتن حسام البدري، كابتن حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وجهاز فني معاون محترم كله اسماء محترمه جدا. رايك في شكل تعيين جهاز الفني لمنتخب مصر، رايك كمان في الفتره القادمه للكابتن حسام البدري، ونفسك تشوف ايه الفتره الجايه في منتخب مصر؟ بص، هو الامان الكابتن حسام البدري جه بالصدفه بالصدفه رغم انه كان ضمن المرشحين، لكن انا شايف ان هو يعني متفائل جدا وعامل نتائج كبيره. نروح بقى لاختياره الاول. اختيار انت بتقول لي ان انت شايف ان كابتن حسام البدري جه بالصدفه؟ طبعا صدفه بحته 100%، رغم انه كان ضمن المرشحين، لكن ده واحد انت خلاص يعني بشكل اوضح انت خلاص اتحاد الكره استقر على ايهاب جلال واختار ايهاب جلال وتفاوض مع ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال معانا هنا في تايم سبورتس قال هذا الامر. لا الحقيقه ده واقع. ولغايه الساعه 12 الظهر يعني قبل ما هو يعتزل رسمي كان هو رقم واحد، وهو خلاص الاختيار الاكيد اللي تم اختياره بالفعل. اعتذاره اتحاد الكره ما كانش قدامه بديل غير لازم يجيب حد من الفني. بقى الاختيار الكلام ولا حاجه، المعلومه ليك، في كلام تم مع كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته طبعا في الساعات الاخيره. في الساعات الاخيره قبل الاعلان. يوم الاعلان تم اتحاد. يوم الاعلان كابتن حسن شحاته في ناس كلمت كابتن حسن شحاته طبعا. يعني بشكل واضح اكتر، انت كان في خمس مرشحين وقعدنا ده غلط. يعني بص، انا متفائل جدا باللجنه الخماسيه، لكن في موضوع الجهاز الفني دي انا شايف الموضوع يعني انت سايب الموضوع للعرض قدام الجمهور ان هو في خمسه. شويه نقول حسن شحاته ونمشي معاه، وتلاقي الناس اللي هي مع الاربعه التانيين، لا ده كبير في السن، ده عنده وعنده وعنده، خلاص عصره انتهى. الناس تتكلم تقول ايهاب جلال اصل هو ما عندوش خبرات، حسام البدري اصل هو عنده مشاكل مع النادي الاهلي وعصبي وي وي، حسام حسن اصل هو ما ينفعش يمسك عشان هو ممكن يبقى مشاكل مع دول ثانيه، وهكذا. ميدو لسه صغير. قعد كل يوم نفصل في واحد ونقطع فيه. المهم في الاخر احنا وصلنا يعني قبل اعلان كابتن حسام البدري على طول، قبلها بيوم على طول اتحاد الكره قعد واعلن رسمي ان هو ايهاب جلال، وتم التصويت بالفعل، وفي اربعه لواحد. كان استاذ عمرو جنايني بيميل لحسام حسن، وبالفعل هو تواصل معاه بشكل مباشر وكان نهى الامر كله. في نفس الوقت اللي هو كان ايهاب جلال كان تم التواصل معاه، حتى جزئيه اللي هي بتاعت حمد ابراهيم ومدرب الحراس مصطفى كمال احتووها وقالوا طب انت اختار اثنين تانيين عشان برضه نهدي الدنيا كلها، وكان بالفعل تم التهديه وتم الاتفاق مع محمد شوقي لاعب النادي الاهلي ومدرب في المنتخب الاولمبي، وطارق مصطفى برضه كان موجود مع عماد متعب، وده الجهاز اللي هو بالفعل تم الاعلان عنه. تمام. وجينا في المشكله اللي هي البسيطه اللي انا شايف ان هي خطا كبير جدا تاريخي في مسيره ايهاب جلال، هيندم عليه ندم عمره ان هو يتم اختياره والتوافق عليه والتواصل معاه وبالفعل، ونعرف ان هو في شرط جزائي مثلا 3 مليون جنيه اللي هو الفلوس خدها النادي المصري كان عايزها، والنادي المصري بالفعل يعني اتحاد الكوره خدوا قرار ايهاب جلال المدير الفني، والكلام ده قاله الدكتور جمال محمد قال للصحفيين الموجودين في اتحاد الكوره ان هو تم التصويت واربعه واحد وخلاص هو الموضوع انتهى، وهيتم بس موافقه وزير الشباب والرياضه التواصل معاه عشان تاكيد القرار. في نفس الوقت انا تواصلت مع استاذ محمد الخولي اللي هو نائب رئيس النادي المصري، قال لي ما حدش كلمنا والمفروض يبقى في تواصل معانا، وده صح. وفي نفس الوقت المصري ليك انت ده كلام مؤكد تواصل مع اكثر مدرب وعلى راسهم الكابتن حسن شحاته بالفعل، واعتذر عن تدريب النادي المصري الجزئيه ديت. الكابتن ايهاب جلال بقى بيتكلم في قصه الفلوس، لا انا ما ادفعش الفلوس. في ناس قالت له يعني هو للاسف كان سايب الامور لتامر النحاس هو وكيل اعماله، قال لهم لا احنا مش هندفع حاجه، الاتحاد الكوره هو اللي يدفع. بالنص كده الدكتور جمال محمد علي قال له لا انت خلص نفسك وتعالى الصبح. طبعا المصري عنده مشكله، عنده ماتش في الدوري، عنده ماتش في افريقيا. استاذ سمير حلبي رئيس النادي تواصل مع ايهاب جلال قال له خلاص انا مكمل معاك. قال له طب قول الكلام ده رسمي. راح اخطر اتحاد الكوره رسمي ان هو الساعه 12 قال لهم انا اعتذر عن تولي المهمه، ودي خطا كبير جدا في مسيرته، اعتقد الفرصه دي مش هتجي له تاني في الظروف دي تاني.